الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. بنتواصل معكم في واحد من الموضوعات، دائما هذه الموضوعات في دائره اهتمامكم. سنتحدث اليوم عن الهجره غير الشرعيه. طبعا في العقود السابقه اصبح شباب مصر بسبب عدم توفر العمل اصبح فريسه لما يسمى بالهجره غير الشرعيه. امال واحلام راودتهم في الذهاب الى دول مثل اوروبا عبر طريق الموت كما يسميه الكثيرين، عبر البحر. منهم من فقد في البحر، منهم من فقد على الحدود مع دول أخرى، تعرضوا إما للملاحقة من سلطات هذه الدول أو غيرها، أو التعرض للموت على يد عصابات نقل هذه الجماعات وهي عصابات المافيا. أيضا الهجرة غير الشرعية كانت ملاذا وبابا لما يسمى بالإتجار بالبشر. الإتجار بالبشر هو هو العبودية الجديدة، هو تحول البشر إلى عبيد عن طريق بيعهم بالمال إلى مناطق أو إلى جماعات إرهابية أو منظمات غيرها. منها من يعمل في الدعارة الدولية، منها من يعمل في المخدرات، منها من يعمل في الكثير من العمليات المشبوهة. وفي النهاية هؤلاء البشر هم في النهاية قد انتهوا، لأن مصيرهم في النهاية هو الموت. سنتحدث اليوم عن قدرة الحكومة المصرية على منع هذه الهجرة الشرعية، الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية، سواء للمصريين أو غير المصريين. طبعا هذا الباب كان باب يؤرق كثير من دول أوروبا، لأنها تسببت إلى وجود الكثير من البشر من دول مختلفة، وأدت في النهاية إلى وجود نوع من أنواع الإرهاب إن لم يكن هناك ضغط على اقتصاد هذه الدول. سيكون سؤال حلقة هذه الحلقة كالتالي: لماذا أصبحت مصر نموذجا دوليا ناجحا في محاربة الهجرة غير الشرعية؟ السؤال مرة أخرى: لماذا أصبحت مصر نموذجا دوليا ناجحا في محاربة الهجرة غير الشرعية؟ بالطبع مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتعليق يمكنكم متابعتنا على همزة وصل إي جي على الفيسبوك، هذا هو عنواننا الرئيسي والوحيد على الفيسبوك. دعوني أخرج إلى تقرير سريع ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين. وفي هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسما توضيحيا سلط فيه الضوء على أن مصر أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في محاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية في هذا الملف. وأشار التقرير إلى إطلاق جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، فضلاً عن إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. الرسم التوضيحي لفت إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، والتي ركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة. ورصد التقرير الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى الدولي والإقليمي، ومن أبرز ذلك مشاركة مصر في إعلان روما لمكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020. We'll be right back.
طبعا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير، دعونا ننتقل الى التحليل مع ضيوفي عبر الهاتف، وابدا بالسفيره نائله جبر رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه. سياده السفيره صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. سياده السفيره، خلينا في البدايه يعني نشرح الاسباب اللي بتؤدي الى الهجره غير الشرعيه سواء من الشباب المصري او غير المصري. والله الاسباب يا فندم احنا عارفينها ودرسناها، لان احنا بنشتغل باسلوب موضوعي وبتحليل علمي. فاحنا كلجنه وطنيه طبعا مجلس الوزراء طلبنا من مركز البحوث الاجتماعيه والبدائيه من عده سنوات ان نعمل دراسه عن الاسباب اللي بتؤدي الى الهجره غير الشرعيه، وهي اسباب اجتماعيه واقتصاديه ونفسيه. لان في يعني الهجره غير الشرعيه مش شرط يكون الفقر والفقر المدقع، لا اطلاقا، في اسباب اخرى اجتماعيه زي تقليد الجيران، لان بتجد مثلا ان في بعض القرى اللي انا زرتها في بعض المحافظات الاكثر تصديرا للهجره غير الشرعيه، تجد قريه باسرها بتجد ان الشباب فيها بيهاجر لانه بيحاول انه يهاجر لانه بيقلدوا بعض. صحيح. ففي العنصر النفسي والاجتماعي اللي هو عنصر التقليد، انا اقلد جاري واقلد قليلي. طبعا في عنصر اقتصادي، ان ظروف العمل ما بتبقاش مواتيه او لا تتفق مع الشهادات اللي الناس اخذتها او طموحات الشباب، فبيبحثوا عن الهجره غير الشرعيه. في اسباب اقتصاديه، في اسباب نفسيه، في اسباب اجتماعيه، في اسباب بقى سياسيه لبعض الدول الاخرى في القاره الافريقيه هي نتيجه للصراعات، او في منطقه الشرق الاوسط دي نتيجه للصراعات وللمشاكل السياسيه الفظيعه، ده بيؤدي الى هجره غير شرعيه، لان الموضوع ده مش عندنا، لكن في المنطقه المحيطه بينا ايوه ده يوجد. فاحنا عارفين ايه هي الاسباب، وبالتالي احنا لما بنعالج طب هنا اسمحي لي اسالك، بما اننا علمنا ما هي الاسباب، ماذا فعلتم كلجنه لتقليل تاثير هذه الاسباب؟ وارجوكي قربي التليفون من حضرتك علشان في ايكو في الصوت. طيب الموضوع يا فندم ان احنا ما بنعرف الاسباب بنعالجها ازاي برضو باسلوب علمي. نعم. ان احنا زي ما قلت في التقرير عملنا اول قانون في منطقه الشرق الاوسط يعادل جريمه تهريب المهاجرين، وفي نفس الوقت يضع عقوبات رادعه عليهم. في حاجه اهم من كل ده، في تعليمات رئاسيه بضبط الحدود زي ما حضرتك عارف. في ايضا خطط تنمويه، الاستراتيجيه اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي وضعتها اللجنه الوطنيه 2016-2026 لها خطط عمل بندرسها كل سنتين وبنطورها، يعني اخر خطه اللي هي 2021-2023 ارسلناها اعتقد من قرابه الاسبوعين الى دوله رئيس الوزراء عشان نحدد الخطه اللي عليها في الفتره القادمه، واتعملت على اساس ايه؟ على اساس دراسه وتقييم الخطه الماضيه، وعلى اساس ان احنا ناخد من الوزارات والاعضاء في اللجنه الوطنيه رؤياهم ونضعها. الحل الاخر كمان اللي احنا اشتغلنا عليه لو تقدر لي اقول لك، اتفضل، اللي هو ان احنا بنعمل الانفاذ الفعال للقانون بجهات انفاذ القانون من شرطه والنيابه وقضاء، اشتغلوا على هذا الموضوع، رقابه اداريه. النقطه الثانيه التوعيه، حملات التوعيه. احنا كنا بنطلع المحافظات، التوعيه الاعلاميه يا دكتوره يا سياده السفيره وليها دور مهم جدا، شايفه ان هي قامت بدور في هذا الموضوع سواء بقى عن طريق الافلام الوثائقيه، عن طريق الدعايه الاعلاميه، النشرات الاخباريه، غيره. يعني بالظبط، الاعلام لو حضرتك تفتح الصفحه بتاعتنا هتجد في مجهود كبير للتوعيه. نعم. احنا بنحط على الصفحه مثلا عاملين مسابقات رسم في المدارس اللي في المحافظات الاكثر تصديرا. ليه بقى بنعمل المسابقات دي؟ بالطريقه دي بنعرف التلامذه ايه المشكله، وبنطلب منهم انهم يعبروا عن نفسهم في رسومات، فدي وسيله كويسه قوي للتعريف بالمشكله وبحلها. الحاجه المهمه اكثر كمان غير التوعيه والحملات الاعلاميه، التنميه. نعم. التنميه مهمه للغايه، والفرص العمل البديل.
يعني مثلا كفر الشيخ من اكثر المحافظات تصديرا. الدوله عملت ايه؟ عملت شركه غليون وبتعمل مشاريع تنمويه كفر الشيخ، وهكذا بالنسبه لكل المحافظات الاكثر تصديرا. فالتنمية هي الحل السحري. طب اسمحيلي اسألك يا دكتورة، يعني احنا شفنا شباب تعرضوا للموت فعلا في هذه القوارب الموت زي ما بنسميها، وحتى مع وجود بدائل تنموية، وجود عمل، وجود غيره، مع انهم بيدفعوا مبالغ كبيرة جدا، يعني هو بيدفع مبالغ كبيرة جدا وكمان بيتعرض للموت، ومع ذلك بيحاول يروح مرة تانية ومرة تالتة. شايفة ده ازاي؟ طبعا ده دليل على قلة وعي. نعم. قلة وعي، مش شرط يكون جهل لكن قلة وعي، ولازم ان احنا نشتغل مع بعض احنا كلجنة وطنية وحضراتكم كإعلاميين ان احنا نكثف من هذا هذه التوعية. نعم. اللي عليه دور كبير قوي المدارس، عليها دور الأسرة، عليها دور. المهم انك كمان مش تقول ان في جهود تنموية، لا، انك توضح البدائل المتاحة. نعم. للشباب، وده اللي احنا بنعمله في الصفحة بتاعتنا. احنا عاملين لجنة مصغرة في اللجنة الوطنية في التعريف بالبدائل المتاحه، ما بيبقى في فرص عمل يا فندم، والشباب ما بيعرفش لانه ما بيدورش بالطريقه المثلى عنها. وانا بقول دايما المثال اللي بحكيه دايما وبكرره، لو انت زي ما اتقال في اكثر من 6 مليون اجنبي في مصر وعايشين في مصر، فما بالك بالمصريين؟ يعني الاجانب بيجدوا فرص عمل. صحيح. المصريين يرموا نفسهم في التهلكه ليه يا ربي؟ فده سؤال مطروح. سؤال مطروح. علينا دور في هذا الخصوص للتعريف وتعريف بالبدائل المتاحه وهي كثيره يا فندم. نعم، انا بشكرك سياده السفيره نائله جبر رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه، شكرا جزيلا، وتمنياتنا بالتوفيق في هذا العمل الهام. بشكرك شكرا جزيلا. انضم الي الان الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. دكتور عمرو تحياتي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني مع وجود برضو عمل، لكن ما زالت الخبرات او القصص المتناقله من اللي نجحوا في الخارج بتخلي بتطمع الشباب ان هو يسافر، وشايف حلم الغناء او يعني ان هو يتغني هيبقى اقرب ليه في هذه الامور. يعني شايف هذه القضيه من الناحيه الاقتصاديه ازاي؟ يعني بشكر حضرتك على سؤال حضرتك، لان العوامل الاقتصاديه هنا هي عوامل على مستوى الفرد اكتر منها عوامل على مستوى الدوله او المجتمع. نعم. فحلم الثراء السريع و تكوين ثروه من خلال الهجره غير الشرعيه هو حلم كان بيتحقق يمكن في الثمانينات وفي مطلع التسعينات لكثير من الافراد، ولكن لازم، وده الدور المهم جدا للاعلام ولمنظمات المجتمع المدني مش بس للحكومه مع الشباب، في فكره ان التغيرات اللي حصلت في العالم نتيجه للارهاب ما بعد احداث 11 سبتمبر. نعم. وايضا التوترات السياسيه اللي موجوده بالاضافه دلوقتي كمان الى المسائل الصحيه، خلت فكره ان الهجره غير الشرعيه يترتب عليها وضع مستدام ووضع دائم يمكن معاه ان يحصل تراكم لثروه او غنى او غيره، وهو امر مستحيل. يمكن في الثمانينات والتسعينات كانت الهجره غير شرعيه بيحصل توثيق للاوضاع بعد كده، ويقدروا يطلع لهم وثائق رسميه في الدول اللي موجودين فيها واقامات ويقدروا يشتغلوا. انما في الحقيقه عمليا في السنين الاخيره، وخصوصا كمان مع وجود مشاكل اللاجئين في الدول اللي حصلت فيها حروب ونزاعات داخليه، اصبح الموضوع من الصعب جدا توفيق اوضاع. وبنشوف الاخبار بتتواتر من اكثر من دوله عن اعاده ترحيل لبعض اللاجئين وبعض المهاجرين اللي هجروا هجره غير شرعيه واعادتهم لدولهم مره ثانيه. وبالتالي ما نقدرش نقول ان حتى بعيدا عن فكره المجازفه الكبيره والمقامره اللي بتحصل في الهجره غير الشرعيه والظروف الصعبه جدا اللي بتتم فيها، ان حتى في حاله وصول الشاب لدول اوروبا والاقامه فيها، فالاقامه دي هتكون اقامه غير شرعيه سرعان
ما هتنتهي بالترحيل مرة أخرى للبلد، لأنه لم يعد هناك توفيق أوضاع. وبالتالي إذا الفكرة دي مش واضحة عند الشباب المدفوعين بهجرة، يصبح قرارهم من الناحية الاقتصادية خطأ. الحاجة الثانية إن فكرة تمكين الشريحة العمرية من الشباب ديت واكسبهم مهارات خاصة في سوق العمل وريادة الأعمال وبدء المشروعات صغيرة، وإن احنا ننور لهم الطريق على الفرص اللي ممكن تكون موجودة داخل البلد، تخليه يقدر يعيد نظر في القرار بتاعه بأن التكاليف بتاعت السفر دي يقدر يبتدي بيها مشروع، ويقدر يبتدي بيها أنه يأسس للحلم بتاعه داخل الدولة. خصوصا أن بقى عندنا مجموعة كبيرة جدا من المبادرات، احنا بقينا بنتكلم على دولة الإقراض فيها للمشروعات الصغيرة للشباب ب 3%، وده رقم غير مسبوق، ما كانش موجود قبل كده في الأربعين سنة اللي فاتوا. وبالتالي نقدر نقول أن بقى فيه فرص مختلفة وبيئة اقتصادية سواء محليا أو دوليا في الدول اللي كان بيتم فيها الهجرة غير شرعية مختلفة تماما. عشان كده ما ينفعش اللي بيفكر ياخد قرار للهجرة غير الشرعية في 2021 انه يفكر بعقلية والده اللي كان موجود في الثمانينات، ان هو ممكن ينجح زي النموذج اللي كان موجود في الثمانينات. نعم. طيب، دايما الاقتصاد هو المحرك الاساسي لكل يعني دوافع البشر، يعني بنتكلم على تجارة، بنتكلم على صناعة، بنتكلم على هجرة غير شرعية ايضا. نتكلم، خليني اتكلم ليه انا ما غيرش، ازاي اقدر اغير دوافع هؤلاء الشباب وخليهم زي ما حضرتك قلت عندي مشروعات صغيرة ومتوسطة. هل هو التمويل هو المشكلة، ولا ان انا محتاج ان انا افتح لهم مجالات تانية، محتاج ان انا اوريهم ايه المشروعات؟ دائما عندنا مشاكل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتتلخص اما في هو مش عارف يعمل ايه، او هو عارف هيعمل ايه بس مش عارف يسوقه ازاي. يعني حتى فكرة التمويل لو حلناها، ازاي نحل هذه المشاكل ونسهل الامور على الشباب بحيث ان هو يقدر بدل ما يدي طاقته الانتاجية في الخارج يديها في الداخل. التعليم والتدريب والاعلام. نعم. مثلث الوعي الاقتصادي والسياسي اللي ممكن يكون موجود هو الاهم. نعم. وبالتالي التعليم والتدريب والاعداد. صحيح. نعم. واحنا بنتكلم على التعليم، هو حل طويل الاجل، لان طول ما التعليم بيخرج شباب غير مؤهلين لسوق العمل، امكانياتهم محدوده، قدراتهم اللي ممكن يحصلوا بيها على وظائف او يبداوا بيها مشروعات مش موجوده، هتفضل عندنا هذه الفجوه موجوده بغض النظر عن في تمويل من عدمه. نعم. فإنما عشان كده الدولة بتتجه لفكرة التدريب، ومن خلال الأجهزة المختلفة فكرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جهاز المشروعات بيعمل دعم مش بس مادي، بيعمل دعم فني وبناء قدرات للشباب عشان يقدر يكتشف هو ممكن يكون موجود في ايه. وهنا في الحقيقه الحاجه المهمه مش ان احنا نبدا مشروع، الحاجه المهمه ان احنا قبل ما نبدا المشروع التسويق يبدا قبل الانتاج. فكره المشروع ان الزبون عايز ايه في البدايه، من البدايه هو اللي خليني اعمل منتج يسوق نفسه، ان يبقى في طلب لما اعمل اخلع الطلب قبل ما انتج. نعم. مش انا بعرف اعمل ايه، انما السوق محتاج. السوق محتاج. ده سؤال مهم جدا جدا طبعا. جدا في المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان عمليه التسويق غير عمليه البيع. البيع ده بعد الانتاج، انما في الحقيقه التسويق هو بيبدا من اول فكره المشروع، ان يكون في فجوه طلب في السوق، ان السوق يكون محتاج ده. وبالتالي احنا بنتكلم على دور بتقوم بيه اجهزه الدوله. عندنا مبادره رواد 2030 في وزاره التخطيط، فكرتك شركتك كانت موجوده في وزاره الاستثمار. عندنا كمان جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، جنبا الى جنب مع عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني. نعم. والمجتمع الاهلي دورها هام جدا جدا جدا، لان مش اجهزه الدوله لوحدها،
وهنا يبقى الدور الكبير التوعوي اللي بيلعبه الإعلام في إلقاء مزيد من الضوء على الفرص ديت، وإن احنا نحط الشباب دول بالذات في المناطق، في مناطق بعينها الإحصائيات بتشير إنها أكثر في الهجرة غير الشرعية، إن يتفتح لهم مزيد من الضوء. أعتقد مع مشروع الريف المصري اللي بنتكلم فيه على تنمية، ودول الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، أعتقد هيبقى فيه تغيير جذري في هذا الموضوع إن شاء الله. أنا بشكرك دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التعليق. طيب ده كانت الجزء الأول من تحليل موضوعنا مع ضيوفي عبر الهاتف. خلونا نسمع أراء ضيوفي عبر موقع التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي على الفيسبوك. مجموعة من التعليقات هتكون معايا، وأبدأ بناهد عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنظر لحجم العمالة في مصر سواء من المصريين أو الأجانب، نرى أننا نحتاج وزارة فقط للتدريب والتشغيل وعمل بطاقة رقمية تحمل بيانات ومواصفات كل فرد عامل أو يحتاج عمل، ونفس البطاقة هي كارت ميزة وبها رقم التأمين أيضا. وعلى مر العصور ونحن نرى وجودنا في شريط ضيق على ضفاف نهر النيل أزمة، ولكن في ظل وباء كورونا أصبحت فرصة لتنمية كل متر من أرض الوطن بتخطيط جيد يعظم الاستفادة من كل الثروات والموارد المتاحة، وجعل شعار هاجر داخل بلدك شعار الفترة الحالية والمقبلة، وبالتدريب والتشغيل سيكون أقصر الطرق. كما أن موقع مصر الفريد يجعل كثير من المشروعات متاحة إن لم يكن في للداخل فيمكن أن يكون للتصدير. كما أن النظر في سن تدريب الفرد للعمل يجب أن يكون قبل التعليم الجامعي، وذلك لمعرفة مهارات كل فرد والمهن التي تناسبه. ده كان تعليق جيد جدا من الأستاذة ناهد. محمود الضوي بيقول برأي مصر أصبحت نموذجا دوليا نجاحا في محاربة الهجرة غير الشرعية. منذ اللحظة الأولى كانت الدولة والإدارة الحكيمة والإرادة السياسية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لحماية الأمن القومي المصري في الخارج والداخل والحفاظ على أبناء الوطن من المخاطر والهجرة غير الشرعية التي راح ضحيتها شباب مصريين من غسيل مخ وإرهاب وتجارة السلاح وأعضاء بشرية أو الغرق في البحر أو مافيا دولية لعدم الوعي والمسؤولية من الأنظمة السابقة. ولكن مع الإدارة الحكيمة والدولة المصرية القوية وقف جرس الإنذار ومحاربة الهجرة غير الشرعية من كافة مؤسسات الدولة، ومنع تماما للهجرة غير الشرعية، وأتاحت فرص عمل الشباب في ربوع الوطن من مشاريع قومية ومشاريع صغيرة ومتوسطة، وتكافل وكرامة وحياة كريمة وعمالة غير منتظمة لتحقيق حماية اجتماعية وعدالة اجتماعية وتكافل اجتماعي مع المجتمع المدني والدولة المصرية. وضع خريطة الطريق وخطة عمل محكمة لبناء مصر الحديثة ووقف أجراس الخطر والمخططات والإرهاب، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب بالبناء والتعمير على كافة المستويات، وتدريب وتأهيل وورش عمل وإعلام قومي لتوعية المجتمع والشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية التي تضر الأمن القومي في الداخل والخارج، والإرادة السياسية الشريفة المخلصة تمشي على خط ثابت وطريق وخريطة طريق المستقبل لمصر وشعبها العظيم. ده كانوا تعليقين معانا، والتعليقين كانوا طوال وفيهم معلومات كتيرة. نعم، خلوني أعود مرة تانية لضيوفي عبر الهاتف. سيكون معي الآن سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء تحياتي. أهلا بحضرتك. خليني نتكلم على الجانب الأمني. في شباب كتير ما يعرفوش ان هذه الهجرة غير الشرعية سواء المصريين او غير المصريين بتؤدي في النهاية الى طريق غير سوي وممكن تنتهي حياتهم فيه. وفكرة الاتجار بالبشر، في ناس كتير لغاية الوقت مش مصدقة ان في اتجار بالبشر في هذا العصر. يعني تقول لهم ايه؟ اقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لازم نعرف فكرة الهجرة غير الشرعية مرتبطة بأوضاع كثيرة جدا. أولا أوضاع داخلية في بعض الدول، ثم أوضاع إقليمية في الإقليم اللي بتعيشها تلك الدول، ثم أوضاع أيضا تقنينية أو قانونية في تلك الدول. دائما هنجد أن هناك دولة مصدر ثم هناك دولة وسطية وهي دولة معبر، نعم، ثم هناك دولة أخيرة وهي دولة المقصد. ودائما المصدر والمعبر يكون فيهم شكل من أشكال عدم الإحكام بالنسبة
الحدود وبالنسبة لي أيضا للأوضاع الاقتصادية الداخلية فيها. نعم. وهنا عندنا مثلا هنجد أنه المنطقة بتاعتنا تقريبا دلوقتي بعيدة ولم تكن قريبة في وقت من الأوقات، يعني الأول ساعة بعض القادمين من هجرة إسرائيل، تخيل أنت من الفلبين ومن شرق آسيا نعم. إلى من يجي على قوارب لا تكاد تحملهم ويعبروا كمان قناة السويس، متصورين هذا؟ ولكن الحمد لله يقظت أجهزة الأمن المصرية أوقفتهم، والخط ده تقريبا انقطع. بقي خط غريب جدا والخط القادم من غرب أفريقيا، خط غرب أفريقيا ده بيمشي من تشاد ويخش على ليبيا، واحنا عارفين طبعا كانت الظروف اللي موجودة فيها الحدود التشادية الليبية من سنين، يعني صحيح. تتكلم في 20 والرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحدث عن أمن أوروبا من أمن أفريقيا وشمال أفريقيا، وأن حل المشكلة الليبية أساسي عشان هم يحسوا بالأمان. أيوة، فأنت خد بالك أن دي كانت منطقة مش هقدر أقول لك محكمة، لا أقول لك كانت منطقة سائلة خالص، اللي هي تطلع من تشاد على ليبيا، من ليبيا ويبتدي بقى نخش فيما أنت ذكرته الخاص بعملية التأجار بالبشر، والخاص ايضا بعمليه القرب الجغرافي ما بين الساحل في شمال افريقيا من مناطق في ليبيا ومناطق في تونس مع الساحه الاوروبيه اللي هي اصلا المقصد. فبتجد هنا عمليه امتهان شديده جدا للانسان. يمكن احنا عندنا الحمد لله في مصر بدات بعض المحاولات، كانت غير شرعيه، كانت بتبقى من بعض القرى في منطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في منطقة قريه لذيذة من كفر الشيخ كويس، ولكن الحمد لله رب العالمين نظرا لتبين الأمور أمام الناس ونظرا لبشائر الانفراج الاقتصادي في تلك المناطق ما يشار تقوم به الدولة، إن ابتدت العملية من عندنا تنحشر وما تبقاش لها هزار. في حاجة بقى مهمة جدا. فضل. إن إحنا في مصر لم تكن العملية بالنسبة لنا مغيبة. يعني أنا شخصيا شاركت في اجتماعات كثيرة جدا إقليمية لمكافحة الهجرة الشرعية، الهجرة غير الشرعية. خاصة بإشراف الأمم المتحدة في بيروت كانت، وفي البرتغال في بورتو، وفي إيطاليا مرتين كويس. كل هذه قالت خرجت بمخرجات لازم الناس برضو تبقى عارفاها، انه الدول الاوروبية لا تقبل هذا الموضوع اطلاقا، ولكن في بعض الناس تستثمر بعض القوانين في اوروبا خصوصا في ايطاليا اللي بيعتبر الحدث ما بيقفوش، بياخد الاحداث ويحطها في مراكز تدريب ويحطها في مواقع عمل وبيفضل معاها ويدربها ويجي. واستقرت بعض الامور على ان يكون هناك نوع من انتقاء الافراد اللي عايزة تسافر وتهاجر وتشتغل طبقا للفراغات الوظيفية في بعض الوظائف الموجودة، صحيح، اللي عندهم هم اللي هم محتاجينها عندهم هم مع الأسمع يعني العملية فيها أخذ ورد، ولكن أساسها أوضاع شخصية إقليمية في بعض الدول. هو يا سيادة اللواء، هي قضية الهجرة غير الشرعية مش قضية خاصة بس بأفريقيا ولا أوروبا، يعني أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، وشوفنا ترامب كان عايز يعمل سور حدود يكلف مليارات عشان يمنع المهاجرين من المكسيك اللي هم في قارة واحدة، وغير اللي بيجي لهم من الصين وبيجي لهم من الفلبين، يعني هي عملية قارية أو عالمية. أيوة، بص شوف حضرتك، دائما هتجد كلها مرتبطة، هتجد وضع اقتصادي مرتبط، وضع سياسي فيه الكثير من الاحتقان، وأيضا وضع أمني سائب مائع وليس له اي قدره على ضبط مناطق حدوديه، وخصوصا في المناطق الحدود اللي هي مفتوحه على بعضها او السهله او ما فيهاش مثلا عوائق جغرافيه موجوده بشكل او باخر. ولكن الحمد لله رب العالمين احنا عندنا هذه الساحه حاليا ابتدت، ان كان يوجع القلب عمليه التجاره البشر دي، والله اللي انت قلتها يعني حاجة فعلا وتشوف الناس بتبقى. طيب خليني برضو سيادة اللواء عايزين نوضح الصورة بشكل صريح وبشكل حقيقي. الكثير من هؤلاء الشباب سواء المصريين أو غير المصريين اللي بينتقلوا لدول ومنهم دول وسيطة زي تركيا، زي دول من شرق أوروبا قديمة، بيتم استغلالهم إذا كانوا سيدات أو بنات، بيتم استغلالهم استغلال جنسي في الدعارة. لا ما فيش الكلام ده، لا المصريين، لا المصريين، انا ما بتكلمش على المصريين يا سياده اللواء، انا بتكلم عموما عموما الناس اللي بتهاجر. طبعا. فبيتم يعني تشغيلهم يا اما في الدعاره الدوليه
في الرجال بيتم تشغيلهم في المخدرات وبالقصر في أشياء أخرى، وفي النهاية أيضا تجارة الأعضاء اللي احنا مش عايزين ننكرها. يعني احنا بنتكلم على جرائم دولية، فكرة الاتجار بالبشر. انت مش بتتكلم على جرائم، انت بتتكلم على كوارث. نعم. انت فكرة انت بتتكلم واحد باع نفسه، واحد مش طايق نفسه، واحد ساب أهله وساب بيته وساب مطرحه وساب كل حاجة لأنه مش لاقي فيه نفسه ولا لاقي فيه مستقبله ولا لاقي فيه أي حاجة. نعم. ما هي برضه مسؤولية تلك المواقع مهمة جدا. دولة المعبر برضه بتبقى نفس الحكاية، دولة سائبة، دولة مائعة، دولة ما هياش محكمة في ال- 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 السيطرة على أرضها. الدولة المقصد بتاخد تدابير احترازية، ولكن أنا ما أقدرش أقول لك إن في حوالي 10% من اللي بيحاولوا إنهم يعبروا بهذه الأساليب بيتمكنوا فعلاً من العبور. لكن 90% الباقي بيتم استغلالهم، يا إما بيموتوا في القوارب، يا إما بيموتوا على الحدود. يا إما على القوارب، يا إما على الحدود، يا إما بتفضل بقى حوجة ويقطع الباسبور بتاعه ويعمل عليه ما يمليه عليه تفكيره البسيط جداً. نعم. هذا التفكير البسيط بيسبب مشاكل كثيرة جدا، وأنا أعتقد أنه مصر دولة سباقة إلى المشاركة الدولية وخصوصا في الإقليم المتوسطي، أن هي لها دور واضح جدا ولها دور مشكور من كل الجيران، والحمد لله رب العالمين. أنه أيضا الإحكام ليس فقط إحكاما أمنيا، ولكن اعتقد ان الاوضاع الاقتصاديه والاوضاع الدينيه والاوضاع الاجتماعيه في مصر دلوقتي بقت تمنع مثل هذه الانشطه اللي ابتدينا نسمع عنها في بلدنا. الحمد لله. الحمد لله. سياده اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التعليق. انضم الي الدكتور اشرف الدعدع رئيس مؤسسه الانتماء الوطني. دكتور اشرف تحياتي. تحياتي يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني قضية هامة جدا، خلينا نتكلم على الداخل المصري. يعني بنتكلم على ان عندنا محافظات طاردة للعمالة، ومنتكلمش على هجرة غير شرعية خارج الوطن فقط، ولكن بنتكلم على حتى داخل الوطن. يعني بنتكلم عن مناطق زي الصعيد، دايما الناس بتهاجر منها الى المدن، قاهرة، اسكندرية، غيره، عشان لقمة العيش. ازاي توفيق الاوضاع الداخلية وتحويل كل منطقة بما فيها من ثروات الى منطقة جاذبة للبشر؟ من بلا شك فيه انه الاوضاع الاقتصادية بتلعب دور مهم جدا في الحد من جريمة خطيرة على المستوى الدولي، وهي الهجرة غير الشرعية اللي بتدخل في اطار الاتفاقيات الاممية الصادرة عن الامم المتحدة، اللي صدرت عن الامم المتحدة في العام 2000. نعم. هذه الاتفاقيات الأممية التي صدقت عليها مصر وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية، رمى عليها عبء كبير جدا هو خاص بموضوع التشريعات، وأن يكون هناك تشريعات، هذه التشريعات قادرة على أن تواجه هذه الجريمة سواء الإتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية في إطار من القانون الوطني. نعم. عشان كده لو قدرنا نقول بانه مصر قدرت ان يكون عندها قدرة على مواجهة الجريمة المنظمة عابرة الحدود، وخاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فده حقيقة واقعة. لانه الحقيقة في خلال السنوات العشر الماضية كان هناك جهود كبيرة بذلت سواء في الداخل او في الخارج. على المستوى الخارجي اولا كان هناك التصديق والانضمام الى الاتفاقيات الاممية ذات الصلة، ثم التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الإفريقية والعربية ذات الصلة، ثم على المستوى الداخلي تشريعات وآليات داخلية لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة الموجودة على المستوى الداخلي والخارجي. نعم. الهجرة من محافظات طاردة إلى محافظات جاذبة نتيجة وجود عامل اقتصادي مؤثر، أمر موجود ومنذ سنوات عديدة، وكنا دائما نحذر من أن هناك إشكاليات خطيرة تتعرض ليها بعض المحافظات، وخاصة محافظات القاهرة مثلا أو الأسكندرية أو غيرها من المحافظات الجاذبة اللي بيكون فيها لقمة العيش متاحة إلى هؤلاء الأشخاص، ثم انتقالا إلى بعض الدول اللي أصبحت جاذبة لبعض الآخر من محافظات بوجه الخصوص، أدى في النهاية إلى أنه أصبح على المستوى الداخلي ضرورة المواجهة من خلال تشريعات، من خلال تنفيذ،
من خلال دعم للضحايا، من خلال وجود آليات لمواجهة الجريمة المنظمة عابرة الحدود وخاصة الهجرة غير الشرعية. عشان كده مصر من خلال آلياتها الداخلية قدرت أنها تعزز علاقتها بالاتحاد الأوروبي في خلال السنوات الماضية. نعم. وده أدى إلى وجود آلية التدريب، وخاصة أنه دولة زي إيطاليا قدمت كتير جدا من الدعم خلال 20 سنة الماضية، خاصة بموضوع التدريب على مواجهة الهجرة غير الشرعية، واستطاعت مصر من خلال هذا التدريب أن تستفيد هي ودول ومتدربين آخرين من دول إفريقية أخرى، 360 متدرب في فترة، ثم 500 في فترة أخرى، ثم 300 في فترة أخرى، و20 عام من التدريب والمواجهة لجريمة الهجرة غير الشرعية. نعم. استطاعت مصر أيضا من خلال استضافة عدد كبير من اللاجئين من دول مختلفة دون تمييز، وده اللي خلاهم بيعاملوا معاملة المصريين داخل مصر، وخلاهم انه ما يبقوش في اطار من ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، ولكن في اطار من التعاون الدولي لمواجهة بعض المشكلات التي تتعرض بها بعض البلدان في اطار من المشكلات الداخلية او الحروب الاهلية او القلاقل او غيرها. نعم. كمان استطاعت مصر ان توقف التدفقات الخاصة بالهجرة الى اوروبا واحكام ضبط الحدود من خلال بعض الزوارق وبعض التدريب المكثف من الامم المتحدة ومن ايطاليا على وجه الخصوص، ثم مبادرات بعض الدول في مجال التدريب وانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية. الحقيقة هذه اللجنة تقوم بدور مهم جدا على الصعيد الداخلي. نعم. وعشان كده الهجرة اللي بتنتشر او كانت بتنتشر من المحافظات ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص ادت الى وجود استراتيجية مهمة جدا، وهي ان يكون هناك مشروعات اقتصادية هامة في كل محافظة تستطيع بها ان تحافظ على مقدراتها البشرية للعمل داخل اطار هذه المحافظة وعدم الخروج الى محافظات اخرى. الحقيقة كمان اصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية اللي اقره مجلس النواب في عام 2016، ثم توقيع بروتوكول بين وزارة الداخلية المصرية وبين وزارة الداخلية الايطالية في مجال ايضا مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. واحنا عارفين ان الجريمة المنظمة عابرة الحدود لا تشمل الاتجار بالبشر والاتجار بالاعضاء البشريه والهجره غير الشرعيه وفقط، ولكن بتضم اكثر من 19 جريمه منظمه تدخل في اطار الجرائم الاتجار بالبشر. نعم. 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 انا بشكرك. ايضا قامت مصر بخلال الحملات الاعلاميه وده اللي الحقيقه بيقوم به الاعلام المصري بقاله فتره طويله جدا، وفي خلال 10 سنوات الماضيه تم التركيز على الحملات الإعلامية الضخمة للتعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالمشروعات والمشروعات الصغيرة وكيف الحصول على القروض وغيرها اللي بتؤدي إلى أنه الشباب يقوموا بمشروعات، هذه المشروعات تكون قادرة على أن يكون هناك دخل جيد ليهم وعدم الهجرة غير الشرعية. أنا بشكرك دكتور أشرف الضوضاء، شكرا جزيلا رئيس مؤسسة الانتماء الوطني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التعليق. بشكر ضيوفي الآخرين أيضا اللي كانوا معي، بشكر ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة همزة الوصل دائما يوميا. طبعا موعد رمضان من الحادرة الحادية عشرة وربع، إن شاء الله بعد العيد هنرجع لموعدنا الأساسية في الساعة الواحدة. بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.